يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كنا دايما نشوف الأجانب بره ونقول الناس دي تتظبط عليها الساعة، يعني دي كلمة كده درجة عندنا إن احنا بنظبط ساعتنا على الأجانب. ليه؟ لأن هم ناس معروفين باحترام المواعيد. الناس دي لما حد بيدي ميعاد لحد أيا كان الميعاد إيه، سواء كانت مقابلة مهمة، سواء كان خارج، سواء كان رايح عند ناس في البيت، سواء أيا كان نوع الخروجة من البيت عاملة إزاي، الناس دي بتدي ميعاد بتلتزم بهذا الميعاد. وارد إنه يحصل حاجة عندنا كلنا بالمناسبة، لكن مش ده الطبيعي بتاعهم. فدي حاجة بتقول إن الشخص ده إنسان بيحترم نفسه وبيحترم كمان الشخص اللي هو رايح يقابله أو رايح يزوره أيا كان. يعني إحنا عندنا بتلاقي نايم تحت البطانية، الشخص نايم تحت البطانية ويقول له أنا على الباب، انا وصلت عندك، انا طالع لك، انا مش عارف ايه، هو لسه نايم في مكانه ما اتحركش في مكانه. فاحنا للاسف خط تحت كلامك. مش كل الناس طبعا، يعني لا، عايز احط خط على كلمتين، على بيحترم نفسه طبعا حاجه ازاي حلوه كده، ونايم تحت البطانيه. يا سلام يا سلام على الصبح، يا سلام. اتفضل كمان. هنبوظ الحكمه كده. حبيت بس اقول طيب لك بس بيحترم الشخص اللي هو رايح له بالمناسبه. فسؤالنا بيقول كم مره انت نسيت فيها ميعاد او مقابله مهمه، سواء نسيتها أو حصلت حاجة أخرتك، وإيه اللي حصل بعدها؟ دايماً بيكون عندنا مواقف أوقات بتبقى بمزاجنا، يعني أوقات بيبقى إحنا أصلاً ناس بنتأخر على مواعيدها أو ناس بننسى ما بنهتمش، وأوقات تانية بتحصل ظروف خارجة عن إرادة الكل، فدي بيكون ليها كل العذر. نبدأ من بص، مهما كان الواحد مشغول، أعتقد إن لما بتبقى حاجة مهمة قوي وفارقة معاك قوي مش هتنسى الميعاد، وارد انك تتاخر، لكن تنسى ميعاد، يعني مثلا لو انت رايح انترفيو شغل ما اعتقدش انك هتنسى الميعاد. لو انت رايح مثلا في شغلنا، يعني عندك حفله مهمه ولا عندك تقديم حاجه او عندك هوا في الجدول بتاعنا مثلا لما بنبقى شايلين مكان بعض، عمرك ما هتنسى الميعاد. درجه اهميه الموقف هي اللي بتحدد انت هتنساه ولا لا. بس حقيقي في الواحد مرات بيتاخر، وفي واحد مرات فعلا لما الموضوع بيبقى مش حاطط في حسابه قوي ان هو هيحصل ممكن تحصل له. الاسبوع اللي فات كان عندي مناقشه ماجستير لبنوته من بناتي في الكليه، غدا عرفه حبيبتي كانت مناقشه الماجستير بتاعتها، وده كان ميعاد مهم جدا بالنسبه لي. ولانها عارفه ان انا ذاكرتي مش احسن حاجه، البنت كلمتني قبلها بثلاث ايام، بعدين كلمتني قبلها بيومين، وبعدين بعتت لي مسج قبلها بيوم، واحنا تمام. بس هي كاتبه في المسج يوم السبت. انا بقى مش يعني ضغوط برضه، ضغوط اصلا مش عارفه انهي سبت اصلا. فانا حاطه في بالي جدا ان انا لازم اروح، وعامله حسابي بقى انه ان شاء الله السبت الجاي، وهو كان السبت اللي فات، والبنت ربنا كرمها واخدت امتياز وكل حاجه، كرم من ربنا على فكره. واتفرج على الاحراج بقى لما لقيتها حاطه في الاهداء بتاع الرساله، اهداء لمنى اللي عملت، وانا اصلا مش موجوده، وهي كانت بقى ايه، والاهتمام الشديد اللي بتقولي لي وانا مش موجوده. فكان احراجي دبل، ان انا حقيقي كنت عايزه ابقى متواجده لكن ما توفقتش. معلش، الحمد لله ربنا كرمها. يعني انت ما رحتيش؟ الحمد لله. شكرا شكرا. طبعا بتحصل لنا كلنا. انا شغال في الميديا بقالي 10 سنين تقريبا، الحمد لله عمري ما اتاخرت على ميعاد، لكن اول يوم شغل ليا في الميديا كان في تاخير عن ميعاد، مش نسيته لكن اتاخرت عن ميعاد لظرف خارج عن ارادتي تماما. انا خارج من الدقي رايح مدينه الانتاج الاعلامي، الطريق بياخد مثلا في الزحمه ممكن ياخد قد ايه، ممكن ياخد ساعه مثلا، انا مديله ساعتين ساعتين وشويه، تحصل حاجه في الطريق تعطلني فعدي الثلاث ساعات. فاتصلت برئيس غرفه الاخبار اللي انا كنت رايح له في التوقيت ده، ولسه بعتذر له لقيته بيقول لي معلش انا سبت المدينه وخرجت بره رايح 6 اكتوبر، عندي مشوار مهم وراجع تاني. فالحمد لله ربنا سترها يعني، لكن ان انا انسى ميعاد الحمد لله دي ما بتحصلش، لاني حتى بسجل المواعيد عندي. ممكن تكون حاجات بسيطه مش ذات اهميه، يعني في برضه في بعض الاوقات المخ بيفلتر الحاجات المهمه قوي، زي ما كانت منى بتقول انت مستحيل يكون عندك حاجه مهمه قوي وتنساه، فالمخ بيفلتر الحاجات ذات الاهميه والحاجات اللي يعني درجه ثانيه او درجه ثالثه في الاهميه. فبالتالي الحاجات المهمه بالنسبه لك عمرك ما هتنساها، تاكد ان عمرك ما هتنساها. ليه؟ لان بيكون ليها استعدادات كمان، يعني هي كمان بيكون ليها استعدادات غير انك تكون فاكر ميعاد انت رايحه. طب بص، كل الكلام اللي انا قلته، يعني لسه بقول المناقشه كانت بالنسبه لي مهمه وانا مهتمه جدا احضر، انت بتقول الحاجات اللي غير ذات اهميه درجه ثانيه. لا 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 والله خالص، يعني هو ساعات بس الواحد مش طبعا بيوفق. بيحصل، واحنا قلنا في البدايه ان هو بيحصل، يعني صح؟ ايوه بيحصل.
بس ففي النهايه بيحصل انك تنسى ميعاد، بيحصل انك تنسى مقابله مهمه، بعض الناس ممكن يحصل عندها الكلام ده، لكن الطبيعي الناس ما بتنساش المقابلات المهمه والحاجات اللي هي اللي بنحط تحتها 100 خط دي لما يكون مستني انترفيو مهم مثلا. هل ممكن تكتسب ثقه من ان انت متعود انك دايما تبقى موجود في ميعادك ودايما ما بتتاخرش، فانت تتعامل على اساس انه لا يمكن اتاخر ده انا اشطر واحد، فتلاقي بعد كده مواعيدك باظت لفتره وما انتش عارف تظبطها؟ بيحصل يعني طبعا. مثلا كنت بقى فاخر قوي ان انا بدخل استوديو في الاول خالص واقعد اعمل ستوريز واكتب على نفسي اشطر كتكوت واقعد اعمل حاجات كده، مش متوفقه خالص بقالي اسبوعين، ما بقتش اول واحده ادخل استوديو. لا هي المساله مساله يعني هو زي ما انت قلتي ان احنا اتعودنا، فممكن نكون مع الوقت يعني بيحصل برضو لظروف خارجه عن ارادتنا، لكن بشكل عام الناس اللي عندها مواعيد مهمه، مقابلات مهمه، دي بيبقى خط احمر، في ناس لازم تكون بتلتزم بمواعيدها وفي ناس تانية متعوده ان هي ما تلتزمش بمواعيدها، والمناسبه ده بيأثر على الناس اللي بتلتزم طبعا. في النهايه على كل ده سؤالنا كم مره نسيت فيها ميعاد او مقابله مهمه وايه اللي حصل بعدها، ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا في انتظار طبعا اجابات حضراتكم هنستعرضها خلال حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.